واحتفالا باليوم القومي للزي الكردي، تزين المواطنون بالأزياء الكردية التي تعكس ألوان بيئاتهم وطبيعتهم، فيما اختارت إدارة قسم الدراسة الكردية مدرستين للاحتفال بالمناسبة. نحن في مدارس التابعة للدراسة الكردية قد نحيي هذه الذكرى كل سنة، ويتم ارتداء هذه الملابس الكلتورية للشعب الفلكلوري للشعب الكردي والزي الرسمي لآبائنا وأجدادنا من قبل الطلاب والمدرسين والمعلمين في المدارس الكردية، ونحتفل بهذا اليوم ونقدم الكثير من الفعاليات من قبل الطلبة والسادة المدرسين والمعلمين. مدينة كركوك مدينة التعايش السلمي، مدينة التنوع الأطياف والقوميات، ولهذا أنا أطالب وأناشد أن لكل قومية يكون له يوم خاص بالزي الكردي، ونحن اليوم الحمد لله ذكرى زي الكردي في محافظة كركوك، وبدينا بعدة مدارس عدة نشاطات تشير إلى موضوع الزي. يوم جميل جدا، ولبسنا الملابس الكردية في هذا الاحتفال في هذا اليوم، والله كثير جميل الحمد لله، كلتنا فرحانين بزيارتكم أمينة.